معانا على التليفون كابتن هشام يكن، طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. يا كابتن هشام، مساء الفل. كل امينه، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك؟ كله تمام، واتمنى ان حضرتك تكون بخير وبصحه طيبه. يعني حبيبي يا قمر، كابتن، بكره مش عايز طبعا اتعدى مباراه بكره ولازم اتكلم عليها. بكره الشوط الثاني من مباراه دور ال 32 لبطوله الكونفدراليه، وتقريبا الشو الاخير والعرض الاخير لعيبه نادي الزمالك قبل المباراه الهامه القادمه يوم الجمعه اللي بعدها باذن الله، مباراه سوبر افريقيا. شايف المباراتين ازاي؟ هو طبعا يعني ان شاء الله باذن الله، يعني المباراه يعني نادي الزمالك عنده القدره ان هو يتخطى الادوار دي، والفريق الكيني يعني ما ظهرش بالصوره اللي مثلا ممكن انك انت تقلق بشكل كبير جدا مع الفريق. الفريق قدم كره حلوه، كان في خبرات موجوده في الملعب طبعا، كان ليها اليد العليا في المباراه. طبعا الماتشات اللي زي كده دي طبعا بتبقى ماتشات يمكن بيبقى القلق فيها انك انت مش عارف الفرقه دي ايه قدراتها الفنيه عامله ازاي، لكن طبعا ظهر في المباراه الاولانيه، وطبعا انك انت تكسب 1-0 بره ارضك طبعا دي نتيجه طيبه جدا. الاهم ان احنا نهتم باللقاء بشكل كبير جدا، اللعيبه تنزل تأدي دورها انت فاهم بشكل كبير، يعني ما يكونوش نازلين يعتبر النتيجه دي خلاص دي نتيجه راحت واحنا مستنيين المكسب الحقيقي. هنا هو ده الدور اللي المفروض ان اللعيبه تعلمه ويفكروا بشكل كبير جدا في هذه المباراه، ما ينزلوهاش فيها نوع من الرعونه او الاستهتار. وبعد كده مهم جدا 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 ان كل لاعب لازم يثبت وجوده. صح، يعني انا النهارده مش معنى ان انا النهارده عندي لقاء بكره مع الفريق الكيني ممكن بتاع ده يبقى لقاء هيتغير في المباراه القادمه اللي بعديها اللي هي مثلا في السوبر. طب ما كل لعيب ينزل الملعب عشان يحقق ذاته ويحقق وجوده، ودي كلهم لعيبه محترفه. فاذا ما كانش هيظهر في هذه المباراه بشكل جيد، اما هيظهر امتى؟ صحيح، فاهم؟ وعشان يشارك في مباراه الاهلي القادمه، لان كل واحد بيبقى ليه حابب ان هو يشارك مع ناديه كبير تبع نادي الزمالك اللي بنحب ان احنا كلنا نشارك فيه في اي لقاء بيكون نادي الزمالك بيكون طرف فيه، فطبعا ده بيبقى شرف لاي لاعب ان هو بيمثل نادي الزمالك في المباراه، فهو يستغل الحته دي على اساس انه لازم يثبت وجوده. معنا النهارده برضو الجماهير بتطالب، كانت بالتغيير، بتطالب ليه؟ عشان محتاجين اماكن لعيبه تلعب. طب اثبت وجودك اللي موجود في الملعب النهارده، فرصتك لقاء مهم جدا وهتقدم بشكل جيد جدا وتعمل نتيجه كبيره جدا، وده هيخليك ليك دور مع الفريق في المباراه القادمه او المباراه القادمه بالذات، لان طبعا مساله ان انا ادخل مجموعه جديده، انت عندك 5 لعيبه طبعا عملت صفقات كويسه طبعا وكلها تمام وما بنتكلمش باي حاجه، لكن انت ممكن تجيب احسن لعيبه لكن مش هتقدر تجيب افضل لعيبه تلعب خطه معينه او تلعب باداء معين، لكن ممكن تجيب احسن 11 في العالم لكن ما يتفاعلوش مع بعض. صحيح. لان ممكن ال 11 دول ما يكونوش فيهم تجانس، كلهم نجوم. فممكن ينزل الملعب يأدي بشكل فيه نوع من التعالي، اللعيبه طبعا امكانياتها عاليه فما بيبقاش الجهد البدني عنده عالي، فعشان كده دور اللعيبه اللي هو في مباراه الغد ان هم يحجزوا مكان ليهم، يحجزوا لهم المنافسه. المنافسه يعني المباراه ليها طعم كبير قوي بالنسبه للعيبه اللي هتشارك بكره. يعني انت فاهم؟ طب انا عايز اسال حضرتك، يعني يمكن لو هنتكلم عن مباراه سوبر افريقيا، انا يمكن سؤال بساله دايما لضيوفنا وكباتننا، حضرتك شايف انه لو الزمالك عنده محتاج دعم في بعض المراكز زي حته الباك ليفت، جبنا اكتر من لعيب، عندنا 3 لعيبه او 2 لعيبه يلعبوا في الحته دي، هل هم جداد فاللعيبه لسه ما انسجمتش ما نقدرش ندفع بيهم في مباراه زي سوبر افريقيا ونلعب بالمعتاد عمر جابر شمال ومحمد شحاته اللي شايفين ان هو وجوده في نص الملعب اقوى بكتير من الباك رايت، ولا شايف انه مفيش مشكله لو لاعب جاهز بدنيا يقدر ينزل مباراه زي مباراه نهائي او سوبر افريقيا؟ الدفع بال4 أو 5 لعيبه مره واحده ده غلط. يعني ما ينفعش ان انا ادفع بمجموعه لعيبه مره واحده في لقاء زي ده بعد اسبوع. يعني انا اللعيبه النهارده كانت الفتره اللي فاتت فيها
انسجام كامل اللي هم المجموعه اللي هتشارك بكره ان شاء الله في المباراه. وطبعا كان المدرب حاطط كل تركيزه على هذه المباراه والمباراه الثانيه يعني انت فاهم. فنزل طبعا ركز بشكل كبير. اللعيبه انضمت الجديده بقى لها مثلا يومين او ثلاثه بالكثير منضمين مع الفريق، فممكن لسه عمليه الانسجام مش موجوده. مش معنى ان انا عندي لعيبه كبيره يبقى انا النهارده يعني ما احرقهمش. صح انت فاهم؟ لازم اكون اقدمهم بشكل يليق بامكانياتهم العاليه. مش معنى ان هم ينزلوا الماتشات ان هم عشان لعيبه كبار، لا. انا ازاي اقدر عشان اقدر اعمل لهم الانسجام؟ انا ممكن يلعب جنب سيرتيميك اوكي او ليبرو مثلا. لو ما فيش تفاهم هيحصل اخطاء دفاعيه انت فاهم؟ صح. يعني فده لازم اشتغل الاول على ان انا اعرف اللعيب اللي جنبي باللعيب ده. ايه المراكز اللي ممكن حضرتك تخاطر بوجود لعيب صفقه جديده فيها في فرقه نادي الزمالك؟ لا انا بص انا هقول لك، يعني انت لو انت محتاج انك انت تلعب لازم تلعب محمد شحاته في نص الملعب. يعني انت بكره، لكن ممكن يعني انا طبعا كالمركز الجديد في ماتش اهلي وزمالك انزل باك ليفت اوكي من باك ليفت مثلا محمد حمدي انت فاهم؟ ممكن يشارك عمر جابر يلعب باك رايت. يعني انت فاهم؟ يبقى هنا ولا حمدي ولا بنتايك اللعيب الاجنبي الوافد؟ لا ابتدي بحمدي الاول، اقدم بنتايك ده اقدمه بشكل كمان بروفيشنال، يعني ما اجيش احرقه في اول لقاء ويبقى لسه ما انسجمش، هلاقي الانفعالات بتاعت الجماهير مش هتتواجد معايا. صح. يعني ممكن يظهر بصوره غير جيده نتيجه ان هو لسه ما فهمش زمايله انت فاهم؟ وكمان مش فاهم حته زمالك واهلي دي. بالظبط. وبعد كده مساله اللي يلعب زمالك واهلي دي نقطه مهمه جدا. ما ينفعش اجيب حد من ضرب النار مره واحده، لكن ايه؟ اقدر محمد حمدي يقدر يلعب. يعني ليه؟ عارف ان في مباراه اهلي وزمالك دي يعني ايه مباراه اهلي وزمالك؟ عارف ان هو النهارده يقدر يندمج لان اللغه والاسلوب والطريقه وبتاع ده اللعيبه مع بعضهم اتقابلوا في المنتخبات انت فاهم؟ ففي نوع من الانسجام شويه. فانا شايف ان ده المركز ده يقدر يشارك فيه. التغيير يبقى انا عندي اللعيبه بتاعتي موجوده انت فاهم؟ انزلها اسس ثانيه على مراحل. يعني اللي ممكن اللعيب ينزل يصنع فارق. بص اتفضل. انا زي ما قلت لك هيصنع الفارق لما اللعيب يحس بالمجموعه اللي معاه. صحيح. لكن صح. مش هيحس باللعيبه اللي معاه، هيبقى اللاعب عادي جدا. وده يعني انا كان في جمله الله يرحمه الكابتن الجوهري سمعها اوكي، قال لك انا ممكن اختار احسن 11 لعيب في مصر يلعب، لكن لما جه قال لك ايه؟ قال لك هجيب حماده عبد اللطيف وهجيب علاء ميهوب وهجيب طاهر ابو زيد وهجيب بتاع ده نجوم تبقى كلهم نجوم عاليه جدا، وقال لك هجيب معرفش مين في ناحيه اليمين حريفه ومين ناحيه الشمال وكلام. لكن هل الثلاثه مثلا دول يقدروا يشيلوا المنتخب دفاعيا؟ لما تقول حماد عبد اللطيف وتقول علاء ميهوب وتقول طاهر ابو زيد مثلا ان دول ثلاثة مش دول امكانياتهم الفنية عالية طبعا لعيبة توب ليفل يعني طبعا بالذات، هل فيهم واحد يقدر يلعب نص ملعب ديفندر؟ لا ما اظنش يقدر يعتمد عليهم كديفندر. بالذات لكن قدر لما جه اعتمد على اسماعيل يوسف واعتمد على مجدي عبد الغني الاول كاثنين نص ملعب قافلين نص الملعب يعني صحيح. انت فاهم؟ عندهم البدني عالي جدا، عندهم حتى التاكل عالية جدا، عندهم حتى النوع الدفاعية وكمان كرة لقدام. فهو قال لك انا اختار افضل مجموعة تنفذ التكتيك بتاعي، لكن ما قالكش انا اخترت احسن لعيبة في مصر. صحيح. يعني انت فاهم؟ شايف ايه المناسب لاحتياجاته للمباراة وللمنتخب. بالظبط كده. صحيح. فطبعا احنا محتاجين ان احنا نشوف اللعيبة تندمج مع بعض. انا ممكن اجيب اعظم لعيب اجيب هعمل بيه ايه؟ ما هو ميسي هيفيدني ولا هيعيب عليا؟ صح كده. يعني احنا محتاجين ان دايما لعبتنا العب المباراه على قد احتياجاتي. بالظبط. والدفع بالنجوم الجديده لازم تكون الدفع بحرص
عشان ما احرقش النجم اللي انا جايبه ومدافع فيه قد كده. صحيح. خلي بالك الجماهير بتاخد الانطباع ممكن الاول. ممكن مباراه واحده تخلص على لعيب يعني يتخلص على مستقبله مع الفرقه. صح. بالظبط. مش معنى ان هو ما لعبش وممكن يروح يلعب حته ثانيه يكسر الدنيا. صح. ما في لعيبه خرجت انت مش قاعد تيجي تقول ايه لعيبه عندك كانت في الزمالك في الناشئين وخرجت وراح وكسر الدنيا بره. صح. وعايز بتاع طب هو ما كسرش الدنيا ومع نادي الزمالك ليه؟ صح. حاجه من الاثنين يا ما تقدمش صح فاهم مع الفريق يعني الدفع بيه بشكل حلو بشكل كويس انت فاهم؟ صح. مثلا يعني مثلا يعني مش عايز اتكلم على اللعيب بس بتاعين بس في لعيبه عندنا موجوده كده الدفع بيها ليه توقيت وده جد انطباع للجمهور والجمهور هو اللي بيخليه بيديله الحته العاليه بعد كده. صح. ليه؟ لان التشجيع في الملعب هو نازل الملعب الجمهور تلاقيه بيفرق معاه بينزل يموت نفسه على الكوره. صح. الحاله النفسيه والمعنويه عنده بترتفع. صح يا كابتن. فاللعيب ينزل يعدي اكتر يطلع اللي عنده بقى نجمه كبير انت فاهم؟ فلازم تقدمه بطريقه ما تخلصش عليه من الاخر. صح. بالظبط كده. ويمكن كلنا بنتمنى التوفيق لكل اللعيبه الجداد واللعيبه القدام ومجلس الجهاز الفني عفوا لنادي الزمالك. كابتن هشام ياكا نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كلام مهم وجه في محله.